الثاني بينما حفل الشوط الاول بفرص وتحرك وحركه دائبه وهجوم من الفريقين كل على مرمى الفريق الاخر رغم تقدم او افضليه النهضه. كره الان ناحيه ماجد والماجد يسجل داخل المرمى داخل المرمى هدف للنصر جميل جدا من ماجد عبد الله داخل المرمى. الاسمراني يخطف كره من هجمه سريعه نصراويه مرتده تصل لماجد عبد الله ويلعبها قويه دخلت المرمى والى طبعا عدت للشبكه. شوف ماجد عبد الله شوف 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 ماجد عبد الله شوف شوف الكره شوف الكره داخل المرمى وراحت الكره خارج ملعب.